بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. إلى منتسبي غرفة عمليات القوات الجوية وكل الرفاق في محاور الشرف والعزة، قال الله تعالى لعباده لا تقنطوا، وقال يعقوب لأولاده لا تيأسوا، وقال شعيب لموسى لا تخف، وقال نبينا صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لا تحزن. نشر الطمأنينة في النفوس في ساعات القلق منهج إلهي نبوي. أنشر الطمأنينة والثقة بالله فهي زاد القلوب، وتفاءلوا والله ما صعبت إلا فرجت، وما تعسرت إلا تيسرت، وما أغلق الله بابا إلا فتح ألف باب. إن مع العسر يسر، فإن مع العسر يسر. ثقتنا في الله لا حدود لها، واتباعنا لسنة نبينا منهج، وطاعة ولاة أمورنا واجب. اليوم لقدنا العدو الدرس الذي يستحق في محاور غرب سرت من بوابة الخمسين والاتجاه غربا. وقواتكم المسلحة العربية الليبية هي حصنكم المنيع بعد الله تعالى ولطفه.